صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة بعز علي كتير. بعدني هلق شو مسكر الفيديو على اليوتيوب واللي فيه مقابلة من صفاء أبو السعود للممثل أحمد رمزي. قديش عمره ما بعرف الحقيقة عمر المقابلة، ولكن للوهلة الأولى رسالة مزدوجة من ميل صوب صفاء أبو السعود وميل تاني صوب أحمد رمزي، مع احترامي للاثنين. أولا تسأل صفاء أبو السعود على مدار ساعة ونص عن مختلف الناس والنشاطات والفنانين، تسأل أحمد رمزي وبيحكي قصة حياته، ونحن بنحترمه لأحمد رمزي كفنان ترك بصمة في عالم التمثيل، ولكن أهم شيء في الإنسان هو دفاوت اللسان وقمة الذكاء، إنه أنا حتى لو إنسان ما بحبه ما بخدش له، ما بخدش شعور ملايين المعجبين فيه على مستوى العالم كله، فكيف بفريد الأطرش؟ يا أستاذ أحمد، حر تحبه لفريد وحر ما تحبه، بس مش حر أبداً تحكي بطريقة. أولاً قلت سألتك عن فريد الأطرش صفاء أبو السعود، وقلت والله راجل طيب جداً جداً جداً، يعني مش ناقص إلا تقول هونيك كلمة، طيب جداً في مناهي ما شفت بفريد الشامل الشخصية على مستوى العالم بكل المجالات، بست سبع مجالات الأول فيها، ويتشرف كل عربي بأنه هناك في يوم من الأيام مرق إنسان اسمه فريد الأطرش وترك أثره وترك طرطوشة كرامة تلحق كل إنسان، وأنا أوله، لأنه بحسنا بكل فريد الأطرش وتقديره في الخارج وتقديره من شعبنا العربي، من الأقادير للخليج للشرق، شرف كبير ينذكر هالاسم. أما لما بتقول لك صفاء أبو السعود بدلع ممجوج وبطريقة غير مهنية، تسألك بس يمكن فريد كممثل مش عارفة، بقلة ملوش علاقة بالتمثيل، وخاصة قمة شو بدي يسميها الخبثنة لما بتقول هو عيونه زي عيون السمك جمدة. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على مستوى الفنان المفروض يكون أقلها يحترم اللي عم يشوف الفيلم الفيديو ويحترم نفسه قبل ما يحترم الآخر، لأنه بصراحة كله ما بيأثر غبرة على هونيك شغلة خاصة فريد الأطرش ولن ألفظها، بس أما حضرتك ما احترمت نفسك، أما صفاء أبو السعود يا سلام، يا سلام على احترام النفس، يا سلام على الرقي، يا سلام على الضحك اللي فيها كل مستوى، شو بدك بتطلع شو الكلمة، ولكن كل شيء بقدر أقول تروقي شوي، تأدبي شوي، كوني على مستوى الحدث اللي عم تحكي عنه، ارتقي إلى هاي الهيمة الكبيرة، أنت كتير صغيرة بس فيك تتمرني تترتقي وتوصل لعند فريد الأطرش، وأكتفي بذلك، لأنه حقيقة شيء مؤسف أنا بحكيكم بعدش مسكر الفيديو، وأعتز بكل كلمة قلتها مش ندمان عليها، بس حرام أمة لا تكرم عظماءها مصيرها الزوال، ولكن أنتوا ما لكم علاقة، الأكبر منكم زمان كرموا لفريد بمصر الحبيبة وكل الدول العربية، يعطيكم ألف عافية.